هل أستطيع إعطاء أهلي زكاة الفطر وهم في بلد أخرى؟ نعم لا بأس بذلك، بل إنه إذا كان أهلك فقراء بل إنه إذا كان أهل بلدك فيه فقراء أشد فقرا من الفقراء الموجودين هنا، فالأفضل أنك تنقل زكاة الفطر إلى بلدك، لكن زكاة الفطر تعطيها أهلك لكي يسلموها للفقراء، وليس المعنى أنك تعطيها أهلك لكي يأخذوها، وإنما أهلك تطلب منهم ترسل لهم مبلغ ويشترون طعاما ويوزعونه على الفقراء. أما أن الإنسان يدفع زكاة الفطر لأهله هذا لا يصح، لكن هو بالخيار، إن شاء أخرج زكاة الفطر هنا، وإن شاء وكل أهله أو غيرهم فأخرجوا زكاة الفطر عنه في بلده، وإذا كان الناس هناك الفقراء هناك أشد فقرا كان هذا أفضل.